طيب نروح للاتحاد المصري للكرة الطايرة اللي أعلن النهارده عن الفرق الثمانية اللي تأهلت بشكل رسمي للدور النهائي من مسابقة الدوري، وده طبعا قبل انتهاء الدور التمهيدي الثاني بجولة واحدة. الجولة قبل الأخيرة من الدوري التمهيدي انتهت امبارح، وخلاص بقى في 8 فرق ضمنوا التأهل للدور النهائي، وهم طبعا الزمالك، الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، بتروجيت الطيران، والاتحاد السكندري، وهيليوبلس. وهيلعب على المراكز من التاسع لل18 فرق الظهور والقناة والشمس والداخلية ودلفي والشرقية للدخان وسبورتنج ومصر للبترول واكتوبر واترسانة. لسه مكملين مع الاتحاد المصري للكرة الطايرة، واللي استقر على مواعيد مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. الاتحاد هيعلن خلال ساعات عن منافسات الدور النهائي، واللي من المقرر انها هتبدأ بإذن الله يوم 27 فبراير الحالي، وده هيكون بمشاركة 8 فرق بيتنافسوا على المراكز من الأول للثامن، اللي هو قلناهم لحضراتكم ان هم دول اللي تأهلوا. الدور النهائي زي ما عارفين هيتلعب بنظام دوري من دور واحد لترتيب طبعا الفرق من الأول لحد الثامن، يعني كل فريق هيلعب 7 مباريات وبعدها هيلعب صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، بنظام طبعا بيست اوف 3. وبعد كده هيكون نص النهائي هيجمع بقى ما بين مين، ركزوا معايا عشان هي الحسبة صعبة شوية، هيجمع بين الفائز من الأول والثامن اللي واجهوا بعض في الدور اللي فات مع الفائز من الرابع والخامس، واللي هيفوز من الثاني والسابع هيلعب مع اللي هيفوز من الثالث والسادس. بعد كده إن شاء الله الدور النهائي هيجمع بين الفريقين المتأهلين من نصف النهائي، وهيتلعب طبعا بنظام best of 5. النظام أكيد حلو وبيدي فرص كتيرة جدا جدا، وبيخلي الموضوع يعني مثلا الزمالك الموسم اللي فات لما قابل الأهلي في نهائي الدوري بعد ما كان كسبان كل ماتشاته في الدوري، خلاص جه قابل النادي الأهلي تلقى هزيمة، خسر الدوري من مباراة. ده بيبقى نظام يعني مش اسهل حاجه، لكن النهارده لما بيبقى عندي بيست اوف 3 وبيست اوف 5 بدي تنافسيه اكتر، بدي فرص اكتر للفرق. مثلا النهارده الفريق اللي داخل، اي فريق بقى، مش بتكلم على الزمالك بس الفريق اللي داخل النهارده المباراه مثلا نهائي الدوري، بدل ما يبقى من مباراه واحده لا بقى من 5 مباريات، فده مهم جدا، علشان لو في فريق مثلا في اليوم ده عنده اصابات لا قدر الله، فيبقى لا هو عنده فرصه انه خلال الماتش اللي جاي هيبقى مكتمل الصفوف، فبدل الفرصه الواحده بقى عنده فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. اللي هيكسب اول 3 ماتشات خلاص هو مش محتاج يلجا للماتشين اللي بعديهم يعني. طيب اللي هيكسب مثلا هيتعادلوا ماتشين وماتشين هيلجاوا للماتش الخامس، اللي هيكسب 3-1 هيبقى فاز بالدوري. هي هتبقى الدنيا ماشيه كده في النهائي اللي هو هيكون بنظام بيست اوف 5. انا عن نفسي شايفاه بيدي فرصه اكتر، بيدي اريحيه اكتر، بيدي تنافسيه اكتر، وكل ما تلعب عدد ماتشات اكتر على فكره ده كويس، بيخلي، انا كنت بحس ان الدوري في السنين اللي فاتت شويه في ملل، لكن انا النهارده بلعب بيست اوف 3، لا كمان بيست اوف 5 في النهائي، فشويه هيبقى في، هو زي ما قالوا لنا كده واتكلموا معانا يعني من اتحاد الطايره، انه الموضوع بقى بيجمع شبه شويه دوري اليد مع دوري الباسكت، يعني ميكس كده، دوري الطايره بقى ميكس من دوري الهاندبول ودوري الباسكت. فانا شايفه انه في تنافسيه، في فرصه اكتر، في اريحيه اكتر لكل الفرق بالتاكيد، وكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، والدوري يكون من نصيبه كاس مصر وكل البطولات اللي يشارك فيها باذن الله.